من الاو تي بي، صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من حوار اليوم. يسرني أن أستضيف فيها أمين عام الهيئات الاقتصادية ولا شماس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. فيك شد زويل، صباح النور. يعني اليوم بدنا نستفيد من معلوماتك وحضورك، لأنه الوضع الاقتصادي هو ما يهم كل العالم، أكيد. أهم من السياسة، لأنه اليوم تشكلت هذه الحكومة. بداية كنت عم بتطالبوا انه خليها تتشكل، وكنت عم بتحذر انه نحن سبقنا فنزويلا بالايام الماضية، او خليني اقول الاشهر الماضية. اليوم قراءة امين عام الهيئات الاقتصادية عن هذه الحكومة شكلا ومضمونا من ناحية البيان الوزاري، راضون بها؟ مثل ما تفضلتي ست جوال، صحيح نحن من 13 شهر، يعني من اول ايام استقالة الرئيس دياب، كنا عم نقول انه هيديك الحكومة يعني اندفنت تحت انقاض المرفأ، وبالتالي كان يجب تجديد المعطى السياسي والمشهد السياسي. للأسف الله يسامح يلي اخر تشكيل الحكومة 13 شهر. ليش؟ لانه اولا مثل ما تفضلتي بالشكل، بنشوف انه كل هالنطرة تنشوف هالانواع من الحكومة، نحن كنا موعودين بنوعية أشخاص يمكن يعني أكفأ بكثير من اللي عم نشوفه. أنا شخصيا شو شفته بعد؟ أنا شخصيا عم نحكي بالمشهد بعد، يعني اليوم بيسألوا كتاب إنه بعد ما شفنا شيء. أنا عم بحكي بالمشهد. تذكري شو كانت عم بتقول الخطة الفرنسية ست جوهر؟ اختصاصيين اختصاصيين من الطراز الأول. أنت اليوم عندك أزمة من الطراز الأول أو من المصاف الأول، ما فيك تجيبي أشخاص مش مجربين، مش بالشهادات، بالشأن العام. أنا اليوم شايف ثلاث أشخاص مجربين بالشأن العام، هن الرئيس مئاتي والوزير يوسف خليل والوزير عبد الله أبو حبيب، هول مجربين بالحياة العامة. هلا بيتهموك استاذ الأولى إنه الوزير يوسف خليل هو يتهموني، ما في شك، هو من هاي. أنا مستعد أحكي أجاوب عن كل هول. أولا خلينا نبلش بالوزير عبد الله أبو حبيب، يلي كان سفير لبنان بواشنطن. نعم. وأدائه أنا بشوف أنه كان مميز، وهو شخص يعني بيعرف الدبلوماسية العربية والعالمية. نعم. وأنا أعول على كفاءته. هلا خلينا نحكي عن الرئيس مئاتي. الرئيس مئاتي رجل دولة يعني متمرس، ورجل أعمال ناجح، وبالتالي نحن كهيئات اقتصادية ما فينا إلا أنه نرتاح لأدائه. وأساسا هو ابن الهيئات الاقتصادية، لأنه منبثق من غرف التجارة، وبالتالي بعالم الأعمال هو شخص بيطمننا نحن، مش أنه منجيب مثلا أستاذ جامعة ما معه خبر بشيء اسمه الأعمال وبالتالي بيخرب الدنيا. عم تلطش هلا رئيس دياب، عم بيحكي مش عم بلطش. أوكي، بس ما عم بتقول بدكم حكومة اختصاصيين. أنا ما بدي اليوم أحكي شيء يعني لا عن رئيس مئاتي ولا موقعي أني أتهم أو أدين أو أبرئ، بس السؤال إذا عم بتقول هلا بدنا حكومة اختصاصيين من رئيسها إلى وزراء. نعم. ليش الرئيس مئاتي اليوم اللي هو صاحب الباع الطويل في السياسة اللبنانية، البعض بيتهمه بملفات فساد، مع أنه أكثر من مرة المستشار وضح وهو قال يعني بموضوع الإسكان، طب ليش بده يكون رئيس الحكومة؟ ما أنه اختصاص إذا بدأ أمشي معك بهذه الفرضية. لا، هو رئيس الحكومة هو موجود بموقع مسائي بالنهاية. بعدين هذا الزلمة يعني نجح من أكبر يعني رجال أعمال بالعالم كله، مش بس بالعالم العربي، وبالتالي نحن عندنا نوع من الطمأنينة بهالموضوع. هلا أما الوزير يوسف خليل بالعكس، تجربته السابقة تشفع له في هالمركز. ليش؟ لأنه بالسياسة الاقتصادية ست جوال عندك شق مالي وشق نقدي، وعلى طول آخر 10-15 سنة بتشوفيهم عم بيروحوا باتجاهات معاكسة. السياسة المالية رايحة يمين والسياسة النقدية رايحة شمال، وهيدا الشيء اختبرناه نحن خلال يعني خطة الإنعاش سنة الماضي يلي كانت كارثة. لأنه هلا نحكي فيها. إيه؟ إذن هو الوزير خليل كفيل بأنه يجسد بشخصه التناغم بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وأنا بذكر أنه هو كان مشرف على تنفيذ السياسات النقدية مش على إعدادها، لأنه الإعداد يتم من قبل المجلس المركزي مجتمعا، وهو كرئيس ومدير للعمليات هو مناط في عملية التنفيذ، وبالتالي مجرب. وأنا بشوف أنه العمليات المالية بما فيها
بما فيها الهندسات الماليه، اذا واحد بيقراها بشكل معمق. هون في فريق بيقول لك على اداء الوزير يوسف خليل، كان في اعتراضات على موضوع الوزير يوسف خليل من قبل يعني كان رئيس الجمهوريه اول شيء ما نقبلين، طب نحن بدنا نفوت بتدقيق جنائي، ممكن يتم طلب استماع له، هو هلا عم بتقول هو اذا مش اعداد ولكن مشرف على التنفيذ للسياسات النقديه السابقه للمركزي، طب هون شو بيصير؟ انه هيدي منا اسئله. أنا بدي أذكر هون أنه أول نهار استلم مضي على التدقيق الجنائي، فما حدا بيقدر يتهمه بالعرقلة. وثانيا نحن استقدمنا شركة عالمية ألفاريز أند مارسل هي اللي بدها تكون مولجة بإجراء التدقيق الجنائي، وأساسا مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي موجود مشان تيعطي كل المعطيات اللازمة ونحن نعول على التدقيق الجنائي، مش بس بمصرف لبنان بس بكل الإدارات والوزارات. تريدون التدقيق الجنائي؟ طبعا نريد التدقيق الجنائي، ولكن هذا منه كافي. رح أقول لك ليش منه كافي، لأنه عمليا نحن بنعرف شو هي الخطوط العريضة وين راحوا الودائع. الودائع راحت في الدعم. ست جوال لاحظي أنه من سنة أو سنة ونص لتاريخ اليوم راح للدعم بحدود 8 إلى 10 مليار دولار، هولي راحوا لدعم سلع، بينما بال 30 سنة أو 28 سنة اللي قبلها هالأموال راحت بالمنطق ذاته إلى دعم الليرة اللبنانية. فنحن التدقيق الجنائي رح يأكد على المؤكد، رح يقول أنه أساساً هالأموال استعملت لصالح كل اللبنانيين في دعم الليرة اللبنانية. هذا اللي حيشوفه هلأ يؤخذ على حاكم مصرف لبنان، يؤخذ على اللي كانوا قيمين على هذه السياسة على مدى 30 سنة أنه كانت سياسة خاطئة، أنه الهندسات المالية بهذه الفوائد الكتير عالية خربت الدنيا وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، أنه سعر الدولار وتثبيت سعر الدولار هو ما كان كمان سياسة حكيمة. بدي قراءتك الاقتصادية الموضوعية. ست جوال أنت من أفهم الصحفيين والإعلاميين بالموضوع الاقتصادي، فما بيغيب عليك أنت هالمواضيع هيدي، انه خلينا نقول الهندسات الماليه امتين صارت بال 2016 لما كان في فراغ، ولما بهداك الوقت الميزان المدفوعات سجل عجز 10 مليار دولار بين 2011 و 2016، وب 2016 صار في نزف، وكان 10 مليار تانيين رح يكونوا كمان رح يخرجوا من لبنان، وبالتالي كان يجب أخذ تدابير لجذب الدولارات إلى لبنان. أنت في عندك طريقتين، يما بدك تجيبيهم من خلال الإنتاج تبعي، الاقتصاد اللبناني للأسف لا ينتج الدولارات الكافية، أو بدك تجيبيهم أنت من خلال الحوافز. هالحوافز كانت من خلال الهندسات المالية، وخليني أنا أقول وحكيناها أكثر من مرة أنا وياك، مع أنه في البعض إنه صراحة بيحكي على الهندسات، يمكن أنا مش عم أقول الكل بس ما بيعرفوا شو يعني ما هندسات مالية. ست جوال هيدي منا وجهة نظر، الهندسات المالية هي بكل بساطة استقدام دولارات إلى لبنان من أجل أولا تخفيف العجز بالميزان المدفوعات، وهذا اللي صار سنة 2016، وثانيا لتعزيز الاحتياط بالعملات الأجنبية بالمصرف المركزي. إذا يلي صار، وأنا بدي أعطيك العنوان اللي كانت يا أستاذ نقولها كتير عالية، يعني خلينا نقولها مثل ما هي، منا يعني فوائد. ست جوال كان في نفور من قبل إذا بدك المستثمرين الأجانب وحتى اللبنانيين بالخارج تيبعتوا أموال إلى لبنان، ما كانت الأموال عم تظهر من لبنان، أنت مشان تعكسي هالتيار مجبورة تعطي حوافز، ما حدا بيعطي هالفوائد العالية إذا منه مضطر. وتذكري إنه بهداك الوقت كان في تشدد نقدي بالعالم كله بدءا بالولايات المتحدة، فالدولارات شحت بالأسواق الناشئة، والفوائد بمصر وبتركيا اللي هن جيراننا كانوا بعد أعلى من ما هي بلبنان. إنما هالهندسات المالية سمحت إنه احتياط وفير يفوت على المصرف المركزي بعدنا عايشين عليه لتاريخ اليوم. لو ما صارت الهندسات المالية من 2016 نحن كنا ميتين الجوع بعد أكثر. هلا بيقول لك لا أكتر. العكس تماما، لو ما الهندسات المالية ما كنا اليوم الهندسات يا ست جوال أنا رح أعطيك إياها من الآخر. الهندسات المالية فوتت كل الدولارات للمصرف المركزي وتاليا للدولة وسحبتها
من المصارف ومن المودعين. فإذا من وجهة نظر الدولة اللبنانية، وأنا مسؤول عن كلامي، هيدي كانت أفضل عملية، لأنه فوتت كل الدولارات على المصرف المركزي. خلون يسمعوا، خلون يسمعوا ويفتحوا دينيهم، لأنه فات الدولارات على المصرف المركزي وظهر الدولارات من بين أدين المصارف والمودعين وعند المصارف المراسلة. فهيدي كانت أسوأ عملية للمصارف، أسوأ عملية، لأنه كيف تم دفع، كيف تم إذا بدك إعطاء الحوافز للمصارف. كونا احتياطي، اليوم وينه يا أستاذ نقول هذا الاحتياطي؟ يعني مصرف لبنان، حاكمية مصرف لبنان بيقول أنه الودائع هي عند المصارف، المصارف بتقلك في جزء منهم عند مصرف لبنان. يعني طب وين هيدي شغلة واضحة اللي حتى نحن كوناها؟ حتى الحاكم لما طلع مؤخرا على الإعلام قال أنه في ثلاث أرقام ثابتة. الرقم الأول هو الـ 14 مليار، هو هيدي التوظيفات الإلزامية تبع المصارف لدى مصرف لبنان، وهي هيدي كلها مع كل الأموال الباقية ملك المودعين، هيدا ملك مقدس للمودعين. يعني. نعم. وتحدث عن قله في تقريبا 17 مليار دولار هن هول الذهب، وفي عندك 5 مليار دولار لدى المصارف المراسلة. فإذا بدك يعني أنا كنت بدي أقول أنه بالبيان الوزاري كان في عندي أنا ملاحظة، هو أنه كان مش لازم أبدا نحكي عن خطة التعافي تبع حكومة حسان دياب. ليش؟ لأنه هي تحديدا هيدي قصمت البلد سنة الماضي، يعني هالخلاف الكبير وهالشرشحة اللي تشرشحناها قدام صندوق النقد الدولي، لأنه رايحين نحن بوجهتين نظر، ما كان في إذا بدك تشاور بين كل المعنيين بهالموضوع. يعني مصرف لبنان، جمعية المصارف، الهيئات الاقتصادية كان لازم تكون هي موجودة، وطبعا البرلمان اللبناني، البرلمان طفض من وقتها من خلال لجنة تقصي الحقائق، لأنه ما هين عليها تشوف هالانقسام عم ننشر غسيلنا نحن قدام العالم كله. هلأ هالخطة هيدي عم تجي تقول أنه أنا بدي حمل كل الوزر تبع المشكلة على المصارف وعلى المودعين، وهيدي هرطقة ما وراها هرطقة، لأنه الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن النكبة. طب ما هو الخلاف الأساسي، ما هالخلاف مين بيتحمل جزء الأكبر ست جوال من الخسر؟ بعدني أنا عم بقول اليوم المشهد قدامنا. نعم. اليوم الدولة اللبنانية عم تجي تفرض على مصرف لبنان، وشفنا شو صار بالأشهر الماضية، انه بدك تفتح اعتماد 225 مليون من هون و200 مليون من هونيك وكذا، تقريبا يعني بالتهديد انه بدك تفتح. يا عمي ما هو الأموال المودعين، فما حدا يجي يقول اليوم انه حدا غير الدولة مسؤول، لما الدولة بالقوة القاهرة معنويا عم تجي تفرض انه ينصرفوا اموال المودعين، ما حدا يسأل وين امواله. امواله هي الدولة عم بتبددهم، نحن وعم نحكي as we speak ست جوال. طيب. بعدها المصاري عم تتبدد. اوكي، بس بيقولوا لك ليش الحاكم ما كان يطلع يقول انا ما رح اعطي، انا مش قادر اعطي؟ ليه ما كان يطلع يقول لا الليرة منا بألف خير؟ هيدا اللي يؤخذ على الحاكم من بدي أقول خصوم، بس الفريق اللي بيعتبر أنه أدائه ما كان جيد. ليش الحاكم بأخطأ هنا في كذا نقطة؟ هلأ ليكي أنا ما بدي شخص، ما بدي شخصي من الموضوع، ولكن بدي أقول للأمانة. نعم. أنه على طول كان يطلع يقول أنه يا جماعة هالعجز نحن ما فينا نكفي فيه، هالعجوزات ما فينا نكفي فيها. آخر محطة هو بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، مش عم بحكي بس بال 2017، لأنه إعدادها إذا بدك والمشوار تبعها بمجلس النواب أخذ سنين. بكل هالوقت ونحن كهيئات اقتصادية خطابنا هو ذاته أنه قصتوا السلسلة، قصتوها. يعني اللي ما سمع هالكلام من قبل مصرف لبنان بيكون يعني منه حسن النية، لأنه قال مرة واثنين ومية هذا الكلام، وانقال بأعلى الدوائر، وأنا سمعته لما كنا بال 2017 بآب 2017 بالقصر الجمهوري عبي قال أنه يا جماعة هيدا الأمور لازم تتقصت السلسلة لأنه نحن منا قادرين. وهلأ هل فينا ننكر أنه المجلس المركزي من سنة لليوم، ومش بس الحاكم، انا حكي مع باقي اعضاء يعني المجلس، سلسلة منا كل شيء اكيد رتبت. انا عم بعطيك مثل ست جوال، لانه عم تقولي لي ما قال، عم اقول لك قال. طب الليره، موضوع الليره هو نكر انه قال الليره بألف خير، يعني بهالانترفيو اللي عم بذكر عم بذكرها، ما حدا بيقدر يقول انه الليره بألف خير، ولكن ما تتوقعي من اي حاكم مصرف مركزي بالعالم ينادوا عن زيتات وعكرين، ما بيقدر اي حاكم
مش كريستين لاغارد هي الحاكمة المصري في المركز الأوروبي. ما فيها تقول إنه في حال ضعف عم بيصيب اليورو الأوروبي. فإذا اللي بدي أقوله هلا هو بلا كان في أكثر من تصريح يقول في الليرة بخير ولا خوف على الليرة، بس يمكن اللي عم بتقوله في وجهة نظر إنه أي ولا حاكم إلا بدها تخرب أكثر وأكثر، بس العالم بيقولوا لك طب ما خربت أكثر وأكثر. هيدا جزء من عدة الشغل. طلع رئيس يعني بري وقال إذا يتم إقالة حاكم مصرف لبنان نشوف الدولار ب 13,000 ب يا ريت أقل يمكن، وصار الدولار ب 20. ست جوالي اللي وصل الدولار على ال 20 هو خطة الإنعاش المالي والتخلف عن دفع اليورو بوند. تخلف عن دفع اليورو بوند يعني وقفنا نحن بسبعة أذار 2020 وقفنا قدام العالم قلنا له لبنان بلد مفلس. هيدا زلزال ضرب لبنان. يعني نحن من إنشاء من لبنان الكبير اليوم شو كان لازم ست جوال تذكري نحن كنا بدنا ندفع عنا كان استحقاق بأذار 1,200,000,000 صح. جزء للداخل جزء للخارج، والمصارف اللبنانية مثل ما بالسابق مرة واثنين وثلاثة هي موضوع قابل لإعادة جدولة. خيعود معها إلا أنا برجع بجدولك لبعد 5 سنين 10 سنين 15 سنة. هيدي كان ممكن تصير. كان ممكن أيضا أنه ببادرة حسن نية تقعدي أنت مع المقرضين الدوليين حملة اليورو بوند تقولي لهم أنا طيب هلأ رح أدفع لكم الفوائد كبادرة حسن نية. هلأ بالمثل عم بيصير هلأ في شركة عقارية اسمها إيفر جراندي بالصين عندها هي مطلوبات بحدود 300 مليار دولار، وهي متعسرة اليوم وهيدي عم بتهز الاقتصاد العالمي كله، ولكن عم بيدرسوا كيف يدفعوا ندفة فوائد مشان تما يفقدوا الثقة كليا تبع المستثمرين. ونحن بهداك الوقت وظفنا لازار مشان تتجي تقعد معنا وتقنع حملة اليورو بوند انه يا جماعة الدولة اللبنانية اليوم عندها حالة مالية معينة، ولكن هات لنقعد نحن وياكم ندرس كيف بدنا نحن نرجع عن هيكل ونجدوي للموضوع. برمولهم ظهرون وصار اللي صار. هيدا والسياسات الخاطئة طلع الدولار من 2,000 لـ20,000. طب انت مع تثبيت يا استاذ نقول سعر؟ لا هلا ما فيك تثبتي، ما فيك تثبتي نحن لا قبل عم بحكي السياسات اللي كانت قبل ثبت الدولار وعاشوا العالم ب يعني باطمئنان بس تبين ست جوال. كله ست جوال بدي اقول لك شغله. هلا انا رح اعطيك رايي. انت ما كنت خلقتي بس ايام الحرب لما صار الانهيار المالي العالم تبهدلت بلبنان. هلا اليوم اكثر عم نتبهدل، بس عم بقول بوقتها لما 87-88 وصولا ل 92 لما الدولار وصل على 2750 صار معاش استاذ جامعة ب 50 دولار. فإذا صار في تقريبا توافق لبناني كل الطبقة السياسية انه نحن لازم نأمن الحد الأدنى من الاستقرار النقدي. العملة اللي ما بتستقر لوحدها انت مجبورة تثبتيها. إذا ما في بيان وزاري، ما في إذا بدك مشروع قانون موازني إلا ما لاحظ هيدا الموضوع. هلا أنا بجي بقلك ونحن عم نشوف اليوم ويلات الانفلات النقدي شو وين بيودي. أنا بقلك إنه نحن كان عنا فرصة كلبنان إنه بال 2009 و 2010 لما العالم كله كان عم بيعاني من الأزمة المالية الدولية، ولكن كان لبنان بأمان. وبنذكر إنه فات عشرات المليارات إلى لبنان. حتى السنة فات من المغتربين فات أموال لا بأس بها. بس بوقتها فات أكثر بكثير. يعني فات بثلاث أربع سنين يعني 30-40 مليار. بوقتها هلأ نحن مبين اليوم أوضح إنه كان لازم ممكن نفلت الليرة وتصير عائمة لأنه كانت مدعومة باحتياط ضخم وبميزان مدفوعات إيجابي. أنا بشوف أنه هيدي الفرصة هلأ مبين اليوم بوضوح بعد 10 سنين، ولكن بوقتها ما كانت واضحة للعيان. بهيداك الوقت نعم كان يمكن وياريت عملناها بوقتها لأنه كنا وفرنا علينا كل هالنزيف اللي صار فيما بعد. إنما بتشوف بالأحداث السياسية اللي صارت فيما بعد مثل الفراغ الرئاسي مثل ما عم نقول أو استقالة الرئيس حريري بالسعودية، هولي كل وحدة كفيلة بإسقاط دولة ست جوال من الناحية المالية. فإذا ما نهين الواحد يجي يقول كان لازم وكان لازم. الأساس هو تذكري شو هدف السياسة النقدية.
التوازن الداخلي والمحافظة على الاستقرار وبالتالي القدرة الشرائية تبع الناس. شوف اليوم القدرة الشرائية تبع الناس بالأرض، السياسة النقدية للأسف هي مرتبطة بالسياسة المالية اللي هي كانت مضروبة. تصور اصلا ما في سياسة اقتصادية، خليني اقول انا يمكن في بعض السياسات النقدية اللي يمكن عليها علامات استفهام، بس في سياسة مالية نقدية، السياسة الاقتصادية كانت غائبة كلها. مزبوط مزبوط، بس اذا بدك بالتدرج غياب السياسة المالية هو هيدي من الخطايا السبعة هيدي اذا بدنا نقول، شفتي كيف غيابها ادى الى انه السياسة النقدية صارت تجرب بنجاح يعني متفاوت انه اذا بدك تعوض عن هالنقص. وبعدين ما في الا من كم سنه لجنه المال والموازنه، وانا بدي حيي النائب ابراهيم كنعان لانه عملوا شغل، هن رجعوا كونوا الارقام وعملوا موازنه بعد طول غياب، وهن وصلوا اهم تدقيق مالي صار بلجنه المال والموازنه، وصلوا لرقم 27 مليار دولار عليه علامات استفهام. طيب هيدا ليش ما نحن بنضوي عليه؟ ليش مش يعني أجهزة الدولة عرفتي كيف بتركز على هالموضوع وبتعمل الدراسات المطلوبة؟ لأنه هون الباب الهدر الحقيقي، شفتي وين القصة؟ طيب اليوم شفنا لما تشكلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، شفنا أنه الدولار فاجأ العالم ونزل عند حدود كنا بعشرين ألف، شفنا دولار عند اليوم تقريبا 14-15، خلينا اليوم صرنا ب16، اليوم رجعنا 16، بس قبل عم بحكي أنا شفناه وصل على 14. مظبوط، البعض قال استاذ نقول أنه هذا الدولار هيدي النزلة بتخوف ما بتطمن، اقتصاديا عم بحكي أنا لأنه صعود الدولار بخوف كما فجأة نزول. طب اشرح لنا اياها، ممكن نرجع نشوف الدولار الى مستويات 20 و21 ألف؟ اولا انا بشاطرك الرأي انه التقلبات الحادة صعودا وهبوطا هي خطرة ومش مبررة وبتخوف حقيقة. هلأ مع كل تشكيل حكومة من سنين عديدة لتاريخ اليوم بتشوفي انه الاسواق اذا بدك ترحب بهالموضوع، ولكن ما يغيب عن بالنا ولا لحظة انه في مضاربات كبيرة بتصير بهالاتجاه هيدا، لانه اذا بدك عامه الشعب بكل طيبه قلب يعني وبكل نيه صافيه بيروحوا بيصرفوا دولاراتهم تيشتروا ليره، ومن مال تاني في مجموعات منظمه هي بتستفيد وبتصطاد هالموضوع هيدا. انما يلي صار انه لما تشكلت حكومه رئيس ميقاتي مزبوط نزل 6000 ليره، حدا اخذ دولارات في السوق؟ ما فينا نتأكد من هالموضوع. بكفي انه لما ست جوال تذكري انه في بالبيوت تقريبا 10 مليار دولار، بعرف بس بيقولوا الدولار لعبة سياسية كمان. بعدين المبالغ اللي عم نحكي فيها، شوفي انت صايرة فاليوم 1.5 مليون مليونين بالنهار، يعني مبالغ صغيرة بتهز السوق. انما هيدا مش كافي، لازم اليوم نعم الدولار ممكن يرجع يرتفع اذا العالم ما اطمنت انه الخطة الإصلاحية ماتشة باتجاه صحيح ممكن. فأنا اللي كنت عم أقوله أنه تأخير تشكيل الحكومة أدى إلى نسف المبادرة الفرنسية عمليا، فاليوم نحن قدامنا ما في مبادرة وما في خطة إصلاحية، ناطرين نشوف الحكومة شو رح تعمل. بس شفنا العكس بباريس يا أستاذ نقولة، لو ما رئاسة الفرنسية وإيران ما كانت تشكلت هالحكومة بضوء أخضر أمريكاني. يعني فرنسا راضية ومكترة على الحكومة، والبعض يقول في أسماء وزراء إجوا من برا قبل ما يعرفوا المعنى. بس حتى فرنسا عادت غيرت إذا بدك المقاربة تبعيتها، فرنسا بالوقت هيداك بأيلول 2020 ما بدها تسمع بشيء اسمه سياسي، كان بدها كان اختصاصيين. مع الوقت يمكن تكيفت مع الواقع. شايف اليوم في سياسيين بهالحكومه؟ في ممثلين للسياسيين اكيد. مثل مين؟ ما كلهم. لا ما بدنا نحكي عن، ما تطلبي مني اني سمي ست جوال. هلا انت عم تمزحي سياسي. لا مش عم بمزح، انا عم اقول ما بهمني حدا بالبلد يمكن ما عنده ما بهمني، بس منهم متحزبين، ما معهم بطاقات. مش ضروري مش ضروري ايه مزبوط ما عندهم بطاقات، ولكن معينين من قبل السياسيين. وعلى كل حال بتشوفي هيدا السبريد شيت تبع الحكومه، بتشوفي انه هيدا معين من قبل هالحركه او هالحزب او هالتيار او هالكذا، يعني شغله معروفه ما بدها اثنين يحكوا فيها. هن بينحكوا يعني خلفياتهم، يعني هن جايين على اساس انتماءاتهم او انه خلينا نقول صداقاتهم او باي فلك. انا طبعا ما عندي انا ولا انتقاد لهالموضوع، ولكن نحن بعدنا عن
اختصاصية عن الاختصاصيين أو بعدنا عن المبادرة الفرنسية، خلينا نبلش من هون. أوكي، فإذا التشكيل الحكومي هيدا أكيد يشكل فرصة، وأنا ناطر شوف يعني هالجمعة بده يبلش الشغل من خلال تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد. وبالمناسبة نحن كهيئات اقتصادية عندنا موعد بكرة على بكرة عند الرئيس نجيب ميقاتي مشان تنحط نحن إمكانياتنا بتصرف الحكومة، لأنه نحن كهيئات مشخصين من زمان الاقتصاد اللبناني وعندنا مقاربات، وبيتبين أنه بكل المفاصل الكبيرة كل كلامنا كان على حق. إن مثلا بموضوع طب شو رح تنقلوا له؟ معلي هي نقطة أنا بدي توقف عندها. قلت لي بكرة لقاء للهيئات الاقتصادية مع الرئيس نجيب ميقاتي، ماذا ستنقلون؟ شو حتقولوا له للرئيس ميقاتي؟ شو حتطالبوا بهذا الاجتماع بكرة؟ نحن رح أولا رح نعبر عن دعمنا وترحيبنا بتشكيل الحكومة. ثانيا بدنا نطلب منه دون إبطاء أنه يرجع يفتح الأبواب مع كل أصدقاء لبنان، وهذا بنرجع بنحكي فيه يعني بعد أكيد شوي. ثالثا التفاوض مع صندوق النقد والتفاوض مع المقرضين، لأنه هذا ما صار للأسف بال 2020. وبعدين الثوابت اللي عم نرجع نحكي عنه أنه بده يكون فيه خطة تعافي جديدة، ما فينا نرجع نبني على القديم لأنه تجاوزوا الزمن وكان هيداك خرب لبنان بهيداك الوقت. وبدنا نجي نقول له أنه اوعى تنسى القطاعات الانتاجية، لأنه القطاع الخاص هو المنسي الكبير بكل هالسياسات هيدي. أنا بقدر أحكي هون كرئيس جمعية تجار بيروت أنه قطاعنا منكوب على غرار القطاعات الأخرى. بدنا نجي نقول له أنت لا يمكن تعول على أي نمو اقتصادي إذا القطاعات الإنتاجية هي منكوبة. طب في نقطة بدي أسألك عنها، راح تطالبوا بأنه تفاوض مع النقد الدولي والمقرضين، ستطالبون رئيس نجيب ميقاتي أنه يضم وفد التفاوض إلى صندوق النقد الدولي الهيئات الاقتصادية؟ ما بعرف إذا عمليا بيقدر يعمل هيك، بس نحن معك حق، هذا سؤال كتير بمحله، ولكن بدنا نطلب أنه نكون نحن موجودين خلينا نقول بحلقة صناعة القرار أو قريب جدا من مطبخ القرار، لأنه شفنا قديش غياب الهيئات الاقتصادية وغياب جمعية المصارف قديش كلف البلد. نحن بالنهايه مين غيبكم يا استاذ نقولها؟ من الحكومه؟ الحكومه اي حكومه؟ حكومه السابقه غيبتنا بكل وضوح. كنت رئيس الحريري كنتوا موجودين؟ نحن كنا موجودين لانه عندنا على طول نحن تعاطف مع مجموعه من الوزراء وبنحكي مع الكل يعني بهداك الوقت، بس مش المشكله انه تقعدي مع حدا، المهم انه يسمعوا لك. انا بدي اذكر انه الرئيس حسان دياب رحنا عنده كوفد اقتصادي مثل ما رح نعمل بكره مع الرئيس ميقاتي. قلنا له كان حديث الساعه موضوع التخلف او انه احترام الاستحقاق. قلنا له يا دولة الرئيس، وهوني انا بدي حيي الدكتور طربي اللي كان رئيس جمعية المصارف بهداك الوقت او رئيس مصارف العربية، اجا قال له يا دولة الرئيس التخلف يعني خراب لبنان، وانت من هلا ورايح بقول لك من ساعة اللي بتتخلف ولقدام كل شغلك الشاغل رح تكون تساهم في اذا بدك تمسيح انعكاسات هذا القرار على الواقع اللبناني. شو كان كان جوابه؟ ضرب ايده على صدره انه انا ابدا انا ما بتخلف، وليش اللي سبقوني ما تخلفوا؟ انا ما رح سجل على حالي انه رح اتخلف و و و و و وشفنا بعد 10 ايام شو صار. كثير عم بتزيدوه على الرئيس، مش بس حضرتك، كل السياسيين من كل الفرقاء بيطلعوا بيقولوا الرئيس دياب، الرئيس دياب، بالوقت اللي الرئيس دياب منه محمي سياسيا، يلي جابوه طيروا للرئيس دياب بالاخر، بلاقي حاله الزلمه ما عنده حل. لك اولا مش عم بعطيك وجهة نظر، عم بنقول وقايع. وثانيا يلي بمركز المسؤولية هو المسؤول. طبعا أنا هون ألوم، وأنت هلأ تفضلتي عم تذكري هالشي، أنا بلوم يلي عينوه، أنا بلوم كل الكتل النيابية يلي عينته، هيدا كان خطأ فادح بتاريخ لبنان على سموها وقت حكومة اللون الواحد. ما كان في حل، كان الرئيس الحريري سموها حكومة اللون الواحد. تبين للأسف أنه هاللون كان لون الأسود على البلد يا ست جويل. اللون الواحد كان لون الأسود، لأنه ليك ما وين صرنا، معيب أنه لبنان يكون كسر. هلأ أنه لون الواحد يعني أصدق تقول أنه لون حزب الله؟ لا 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 لا، عم أقول سواد الوضع أبدا،
سواد الوضع. سواد الوضع احترق لبنان، احترق الاقتصاد اللبناني، احترق. طب يا استاذ القطاعات عشوائي كانوا حيترجوا للرئيس سعد الحريري، يعني حرق الاسم تلو الاخر، شو كان بعد في حل؟ يعني انت افترض في سدة الرئاسه او رئاسه الحكومه، رئاسه جمهور، طب ما شو بعد حل؟ بيخلوا البلاد من دون اي حكومه اذا رئيس حريري حرق اسم تلو الاخر وما قبل هو يكون، وبالاخر شفنا شو صار. طب ما كمان لا، ما 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 مش لازم تستسلم الطبقه السياسيه بهداك الوقت، ولكن انا بحمل الكل المسؤولية بالمناسبة، بحمل الكل، يلي شارك ويلي ما شارك. لا إيه، وبرجع بقول انه هالسواد هو السواد الكثيف يلي غطى لبنان ويلي جعل انه انهارت كل القطاعات دون استثناء، القطاع المصرفي والقطاع المالي والتربوي والصحي والتجاري والسياحي كلهم انهاروا لما تزعزعت الليرة، ولما تزعزعت الثقة بالمصارف راح الاقتصاد اللبناني. مشان هيك بدنا نقول بدنا نتعلم من خطأنا، ويعني جل اللي ما بيخطئ، نحن خلص طوينا صفحة الماضي، إنما يجب ألا نكرر هالأخطاء اللي صارت. ومن باب يعني تحديدا أنا بدي ركز على نقطة، الاستهداف الأعمى للقطاع المصرفي هو بيكون أولا عم يضرب الودائع، لان اذا ما بقى في، اذا فلست المصارف باي باي ودائع، هيدي انا باكد لك اياها. ومن ناحيه تانية ما بقى في اقتصاد بيقوم، لانه اذا ما في مصارف ست جوال ما في تسليفات، ولا يقوم قيام للاقتصاد بدون التسليفات. بهي النقطة صار في بعض هيك النقاشات أو ما بدي أقول خلافات على موضوع إعادة هيكلة القطاع المصرفي. نعم. والبعض حكي أنه لا ما بدنا إعادة هيكلة، بدنا إصلاح، محاولة إصلاح القطاع المصرفي. ليش في خوف من إعادة الهيكلة؟ وخلينا نفسر للعالم إعادة الهيكلة اقتصاديا شو بتعني للقطاع المصرفي، أنت معه ولا ضد هذه النظرية؟ لكن أنا ما بدي يكون سجين التسميات، أنا بهمني المضمون. للأسف تبين أنه أحيانا عن عدم معرفة شو محتوى الكلام بيقولوا أنه نحن مع إعادة الهيكلة. إعادة الهيكلة في ذهن البعض أنه نحن بدنا نفلس المصارف وبدنا نرجع نركبها عن أول جديد. دمج بعض المصارف يمكن. هيدا يعني الرئيس مئاتي كان معه حق لما تحدث عن إصلاح المصارف، إصلاح القطاع المصرفي. هيدا الكلام الدقيق، الإصلاح قد يصل ببعض المصارف إلى الدمج، إلى الاستحواذ، إلى إعادة الرسملة، بس تجي تقولي إعادة هيكلة المصارف كأنه بذهنية البعض أنه بدنا نفلس المصارف، لأنه مش غايب عن بالنا أنه بخطة الإنعاش السابقة كان عمليا مطلوب تفليس المصارف وإنشاء 5 مصارف جديدة هزيلة. هيدي كانت بالفعل عم تجي تعدم أي فرصة انطلاقة للاقتصاد اللبناني لعشرين سنة لقدام. مشان هيك أنا أناشد الجميع وخاصة المودعين، المودعين إذا بدهم يرجعوا يستردوا جزء من أموالهم لازم المصارف تكون قائمة وفعالة. وهيدا اللي صار بأمريكا، يعني أكبر دولة رسمالية بالعالم، لما صار بال2009 و2010 صارت الأزمة الكبيرة ست جوال بعد قصة ليمان برادرز وغيرها، الدولة الأمريكية ضخت مليارات بالمصارف مشان تتخليها واقفة على إجريها. وبهيداك الوقت كانت المصارف هي جازفت بسندات الدين على العقارات وغيرها، بينما هون المصارف اللبنانية تعي تطلع اليوم أموالها وين موجودة أساسا؟ موجودة بالمصرف المركزي، فإذا أنت ما رح تجازفت فيهم مثل ما بينقال بالكازينو أبدا. أأمن مكان للمصارف تحط أموالها بأي بلد هو بالمصرف المركزي، أأمن مكان. هلا اللي عم يسمعك بعض المواطنين بيقولوا لك يا استاذ نقول اكلتنا المصارف، اكلوا لنا مصرياتنا، اليوم كل ازمتنا هي من المصارف. انا عم بقول شو البعض ست جوال، المواطنين اللي ارفعوا عن شو عم يحكوا. اولا انا اشعر 100% مع المواطنين انه جانا العمر يكون انحبس، هيدي شغله. ولكن كلنا بنعرف ما اذا بدنا نعمل سياسه النعامه قادرين نعمل سياسه النعامه، ولكن نحن بدنا نوصل لنتيجه. تتوصل إلى نتيجة بدك تروح على المسؤول الأول وهو الدولة اللبنانية. وأنا مش عم بيجي حاكم أفراد، عم بقول دولة من 30 سنة لليوم. أنا بهمني كشخصية معنوية الدولة اللبنانية تقول نعم نحن بسياساتنا نتحمل جزء كبير، الجزء الأكبر من المسؤولية، لأنه أنت عندك اليوم فخط 55 مليار دولار. لو شو ما عملتي
مش رح تجيبيهم الا ما الدوله اللبنانيه تساهم بقسم كبير منهم. فاذا اليوم الاستهداف بده يكون اساسا للدوله اللبنانيه بسبب خياراتها الخاطئه، ولا سيما موضوع دعم الليره اللبنانيه. شفنا قديش كلفته. هلا الاستهداف مش حيكون بس للدولة اللبنانية، يكون لكل المسؤولين الأول. على الاستهداف يكون عم قول الاستهداف الأول، عم قول الاستهداف الأول. فإذا ما نغلط بمعركتنا. نعم. خلينا ناخذ فاصل يلا. وأواصل هذه الحلقة معك أستاذ الأولى شمس، فاصل ونواصل. عودة لحوار اليوم مع أمين عام الهيئة الاقتصادية نولا شماس. حأكمل هذا الحوار معك أستاذ نولا، ولكن خليني أشوف شوي الجو السياسي وبدي أرجع أنا وياك على ما يقوله مدير عام ستاتستكس لبنان أستاذ ربيع الهبر. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، يبدو أنك بالسيارة وعلى الطريق. على كل حال أهلا وسهلا. بونجور بونجور لأهلك ولضيفك الكريم الأستاذ نولا. أهلا. يعني لو عارفة معك كنت ظهرت لحتى أشوفه، لأن دائما بحب أسمع آراءه القيمة بالمواضيع يلي بتهم المواطن اللبناني بحياته اليومية. الله يخليك يا أستاذ ربيع، نحن أنا بتشرف بهالكلام، هيدي شهادة على صدري. يا أهلا وسهلا يا أستاذ ربيع، خلينا نفوت مباشر. شفنا زيارة رئيس مئاتي إلى باريس، في جو فعلا فرنسا داعمة ورح تضل إلى جانب لبنان وجانب رئيس مئاتي، بس كنت قلت أنه في طلب موعد من السعودية الرئيس مئاتي ونفيوه. شو الجو الدقيق؟ في شيء جديد في هذا الموضوع؟ بغض النظر نفي أو ما نفي، النية لدى الرئيس مئاتي هو الانفتاح على الشرق والغرب، وبالمقدمة المملكة العربية السعودية والدول العربية. أول تصريح أدلى فيه الرئيس نجيب مئاتي بعد تكليفه قال نحن ما فينا نتصل عن محيطنا العربي، ونحن بدنا نتوجه لأشقائنا العرب القادرين على مساعدتنا واللي ما قلنا غيرهم. يعني لو 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 ما طلب موعد بالمباشر رئيس مئاتي، هو اعلن صراحه انه هو سيتوجه نحو الاشقاء العرب، واول شقيق عربي اساسي وله القدره على مساعده لبنان، واذا ساعدنا راح يلحقوا الكل هي المملكه العربيه السعوديه. يعني نحن ما فينا بس يعني تراجعت عن موقفك انه طلب موعد المعنى. نعم انا لكن انا عرفت انه طلب موعد، ولكن ما بعرف يبدو اذا نحن بنلتزم بالنفي تبع رئيس مجلس الوزراء. اوكي بس تصور انه طيب لهلا الجو السعودي، ما هو الجو هيك السعودي تجاه رئيس مئاتي؟ هل ستبقى المملكه بظل كل اللي عم بيصير، تفاوض سعودي ايراني، سعودي سوري، فرنسا داعمه، معقوله تبقى بمنقع المشهد اللبناني؟ لكن المملكة العربية السعودية بحياتها ما كانت بعيدة عن المشهد اللبناني، نحن بعدنا عن المملكة العربية السعودية، نحن بتصرفاتنا وبالكلام السيء يلي حكيناه عن المملكة كلبنانيين كبعض الأطراف اللبنانية، هو يلي بعد السعودية عن المشهد اللبناني. هناك كان مسعى بالأيام الماضية أو من أسبوع، يعني بعد ما تسلم الرئيس مئاتي مهام رئاسة الحكومة، إلى تفعيل دور المملكة العربية السعودية تجاه لبنان. الكويت كانت أول دولة عربية بتتصل بالسلطات اللبنانية من خلال اتصال وزير الخارجية دولة الكويت بالوزير عبدالله أبو حميد. وضعوا كل يعني إمكانات دولة الكويت لمساعدة لبنان، وقال له نحن لن نقلوا جهد لمساعدة الدولة اللبنانية ولا شد قدر التعاون بين البلدين. هذا الشيء بعده ما ترجم، لابد أنه يترجم بطريقة أفضل وقت المملكة العربية السعودية بتاخذ المبادرة. نعم. أستاذ ربيع قلت أنه كان في مسعى من أسبوع لتفعيل دور المملكة باتجاه لبنان، مسعى من مين؟ مسعى لبعض أصدقاء لبنان مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج، أكثر من هيك ما في يقول. طب نجح بعد المسعى جوه شوي، في شيء
إيجابي ولا لا بعد ما أسمر ليش شيء؟ مسعى مثل هيدا ببلش بس ما في يخلص بنهار ونهارين اسبوع واسبوعين، هيدا بده اسابيع لبدل اشهر، يمكن ياخد شهرين يمكن ياخد 5 اشهر يمكن ياخد 6 اشهر، بس بدنا نتيجه ان شاء الله. بتبلور هيدا المسعى باتجاه تفعيل للعلاقات الايجابيه بين المملكه العربيه السعوديه ولبنان، وما راح يتحسن الوضع عنا لنهار يلي بتسمعي فيه انه المملكه العربيه السعودية أخذت مبادرة باتجاه دعم الحكومة اللبنانية ودعم الشعب اللبناني. امبارح الرئيس ماكرون كان واضح، لا دعم إلا إذا تحققت الإصلاحات. بدي أخبر كل اللبنانية أنه الإصلاحات مش يعني أنه نحن رح بكرة يصير في عنا مصاري، يعني مزيد من الفقر، الإصلاحات مزيد من الضرائب، شروط قاسية، صح صح يعني صح مزيد من وقف الصرف، مزيد من القيود على الشعب اللبناني. طيب بدي يعني اسالك، على امل ان تتحقق هالاصلاحات، وكان واضح سمعنا امبارح رئيس نعم فرنسي ورئيس مئاتي. طيب الانتخابات في جو اليوم ما بلش يطلع انه هناك في اتجاه انه يتقرب، ما بعرف موعد الانتخابات، ومنه بيقول لا مش حتصير الانتخابات. بالنسبه للانتخابات النيابيه حيكون موعدها اقرب من ايار؟ ما المعطيات اللي عندك قبل ما فوت بنقطه المغتربين؟ يعني في مسعى لضرب حق المغتربين المنتشرين اللبنانيين في الاقتراع والتمثيل. لا انه نقرب الانتخابات، انا عامل لك من هلا نحن نعملها بوقتها وما حدا قدنا، حيش يتفلسفوا ويقولوا لي بدنا نعملها وبدنا نقربها. اكيد ما رح تتقرب الانتخابات، بقدر اضمن لك هالشيء، بس اكيد في انتخابات ورح لازم تصير بموعدها. موضوع المغتربين اذا بدك جاوبك عليه دغري، نعم هو موضوع شائك لانه بالقانون في عقده، اذا بدنا نعمل انتخابات بحسب القانون مفروض نروح نقترع 6 مقاعد اضافيه، يعني بتصير عدد المقترع النواب 134. هيدا موضوع غير وارد لانه في مراسيم تطبيقيه كان لازم تنعمل خلال من 2017 حتى اليوم ما انعملت. نحن مش قادرين نعمل انتخابات لست مقاعد اضافيه، اوكي اقتراع، مش قادرين نعمل مقاعد. بدنا نرجع على بدنا نعدل القانون، يا بنلغي اقتراع المغتربين وهو مرفوض، يا بنعمل اقتراع مثل ما عملنا سنة 2018، بنرجع بنعدل ببند واحد، وإذا ما كان التعديل ببند واحد طارت الانتخابات، لأنه فتحنا الباب على تعديلات طويلة عريضة. من شان هيك نحن رايحين على تعديل ببند واحد إن شاء الله يلتزموا فيه، وبنرجع بنعدل لانتخابات 2018 مثل ما صارت الانتخابات بال 2018. طرعنا المغتربين من مراكز تواجد الاقتراع في الخارج من دون التمثيل، نفس الشيء ب 22 نائب، نفس الشيء بيصير هالمره، بس بدها تعديل قانوني. سأختم معك بسؤال، إذا ما حصلت هذه الانتخابات سيتغير المشهد؟ البعض عم بيقول ايه في اتجاه انه مجتمع مدني وانه الاحزاب شوي تنكفي، ما بعرف صحح لي هالنظريه. حكم احنا قدام تغيير بالمشهد ما في شك، مش رح يكون في عندك مجلس مشابه مطابق لمجلس 2018، رح يكون عندنا مجلس شكله جديد. رح يكون في عندك اذا توحدت القوى الرفض للبرلمان الحالي، لسلطة البرلمان الحالي، رح يكون عندنا عدد لا بأس به من النواب وكتلة وازنة لهؤلاء النواب. إذا توحدوا إذا ما توحدوا ما بتغير شيء. بدي أشكرك، بدي أشكرك على هذه المداخلة. بيكون لنا طبعا حوار في استوديو الأو تي في. شكرا أستاذ ربيع الهبر. أستاذ نقولة بدي تعليقك. أنا موافق مع الأستاذ ربيع على كل البنود اللي أسيرها. خلينا نبلش من الآخر. أنا مع أنه يتغير بند واحد، هو أنه نرجع على التصويت على كل الدوائر، يعني أنه المغتربين يصوتوا لل 128، لأنه يعني حفظ حقهم في الاقتراع 100% 100%، لأنه إذا بتجي أنت تعيني 6 نواب جدد، أصلاً كيف بدك توزعيهم على القارات؟ هيدي ما تحطي قارة سنية وقارة مارونية وقارة شيعية، هذا شيء ما له أبداً أساس، يعني من الصحة والمنطق. وبعدين ليش بدنا نجي نحجمهم ب6 مقاعد؟ خلي الرابط بين المغترب وبين أرضه، لأنه جزء كبير نحن بنعرف يمكن 400 500 ألف واحد تركوا من 17 تشرين لتاريخ اليوم،
تركوا يعني مكرهين، وبالتالي بس الرابط نحن ما بدنا نجي نقطع لهم اياه بشكل عمدي وطوعي، خلي هالرابط موجود وخلي الدولة تتحمل مسؤولياتها، لأنه في غضب لدى جزء كبير من هالمغتربين الجدد اللي هن حقهم يعملوا نوع من عقاب يعني للدولة. بس أنت ضد أنه ينسلب حقهم في الاقتراع في الخارج بأماكن يعني تواجدهم، لأنه في مسعى بعض الفرقاء بلا عم بيجربوا أنه يطيروا هالحق. أنا ضد تطير الحق كليا، وأنا علي أنا بعتبر أنه لازم تتسهل للآخر ويكون يمكن التصويت إلكتروني، لأن ما فيك تقولي مثلا لشخص عايش بأمريكا بتقولي له ما في مثلا تصويت بديترويت روح على شيكاغو، أو ما في ببوسطن روح على نيويورك تحمليه أعباء سفر وغيره وغيره. بدنا نسهلها على الآخر هذه العملية. يلي قالوا بموضوع السعودية أنا كمان موافق معه للأستاذ ربيع أنه لا إنعاش للاقتصاد اللبناني دون المملكة السعودية، وهذا مش شعار. طب ما عندكم شوية تواصل أنتم كهيئات اقتصادية مع بعض المسؤولين السعوديين؟ ما عرفتوا شو الجو تجاه لبنان؟ الجو بعده مسكر، عم بيجي يقلك أنه أنتم بلبنان عم تاخدوا مواقف عدائية ضد المملكة، وهيدي بتكون تدفعوا ثمنها. المؤسف ست جوال أنه من عشرات السنين لتاريخ اليوم السعودية يلي على طول وقفت على لبنان، نحن عم نخسر حضنا. يعني هي اولا الموظف الاول للبنانيين، وهي بعدين المستورد الاول للسلع اللبنانيه، وهي المستثمر الاول في لبنان، والموظف الاول في المصارف اللبنانيه، والمانح الاول بالمؤتمرات المتتاليه، بلش باريس الاول انتهي لصادر. كيف بدك تنجحي صادر في غياب المملكه؟ والمملكه منا وحده، ما هي قائده السرب بالخليج العربي، اذا هي ما مشيت الامارات والكويت وما بيمشوا، مجلس التعاون الخليجي اكيد ما بيمشوا. فاذا نحن ما حنقدر نقلع وجود فرنسا على اهميته لا يعوض ولا بشكل من الاشكال على غياب المملكه ومجلس التعاون الخليجي. فاذا هيدي يعني السياسه لها تبعات، الواحد ما بيقدر ياخذ اذا بدك اتجاه سياسي ويفتكر انه من الناحيه الاقتصاديه ما بيكون لها تبعات. لا تبع شو معول لرئيس مئات استاذ نقولة اذا عم بتقولوا انا يمكن معك بوجهه النظر انه المملكه دوره اساسي في لبنان، ما مش ممكن يعني تبقى المملكه ويبقى لبنان بعيد عن بعضه بهيك وضع صعب. الرئيس مئاتي هو معول على اقله لجم اذا بدك هالتدهور، وبقدر بعتقد انه هو قادر يعمل هذا الشيء، يعني وضع شبك امان أساسي إذا بدك لمكافحة الفقر أو الحد الأدنى إذا بدك من الخدمات والعطاءات الاجتماعية، وبدء التفاوض مع الخارج. يعني هلأ إذا إجينا من صادر خلينا نقول وعود أو مليارين أو 3 مليار دولار حتى بشكل تدريجي، هدول كفيلين أنه يعيدوا الثقة إلى لبنان. إذا تزامن هالشي مع انتخابات نيابية تكون ما بيشوبة ولا شائبة، ويمكن يتغير جزئيا مثل ما عم بيقود ربيع المشهد السياسي بلبنان، هيدي كلها تدريجيا بتوصل لأماكن منيحة. فإذا هو مش بس قادر يلجم الانهيار، قادر يلجم الانهيار من دون دعم سعودي. هيدا اللي انا كنت عم بقول لك اياه، الدعم السعودي اذا بدك بظهري بتقلب الآية من انهيار بتصير الى نهوض، بينما اليوم الطموح متواضع اكثر جدا في غياب السعوديه والدول التعاون الخليجي، دول يعني هيدي شكلي اكيد. هيدي نقطه مهمه، اليوم عم بيكون في تواصل مع الكويت مع قطر مع بعض الدول كمان الفاعله في المنطقه، بس حدا من هالدول رح يحط ايده ويدعم لبنان؟ كنت عم بتقول انه مش معقول اذا المملكه نائيه بنفسها دول مجلس تعاون تدعم. نعم. طب هيدا واقع ما حيكون في دعم اذا بقيت المملكه على موقفها؟ تتذكري من 3 سنين لما كان في مؤتمر عربي بلبنان وقطر اعلنت وكان الامير موجود انه رح نحط نحن وديعه 500 مليون دولار، ما عدنا شفناهم لانه ما حدا قادر يتحرك خارج اذا بدك الاراده السعوديه، هيدا الواقع. فإذا نحن بدنا نشوف كيف بدنا نتصرف نحن كلبنانيين، هل نحن بدنا نقول نحن خلص بدنا نصرف النظر على الخليج ونروح باتجاهات تانية؟ بيكون هذا عم ينتحر الواحد. شايف هيك عم بيصير؟ أنا شايف إنه مش عم ينعمل اللازم مشان تنرجع نفتح الاتصالات ونشبك العلاقات الجديدة مع السعودية. أنا كان بهمني المشهد اللي كان بدي أشوفه، كنت بطمح شوفه إنه الرئيس مئاتي أول زيارة يروح على السعودية. مثل عماد عون اساسا لا اول زياره كان حاول صح رئيس الجمهوريه حاول كان له اول انا زيارة. مش عم لومه لاله انتبهي انا عم بقول بس
كيف هو قال انه هو حزين، انا حزين انه ما قدر على السعوديه، انا حزين. يقال انه هي موقف، وانا حزين على انتهاك السياده اللبنانيه، انه مثل هيدا موقف عم بيبيعه للخليج بالوقت يلي يمكن ضمنا هو منه ضده. هلا عم بقول انا عم شو عم ينقال، يعني هون بدي اتطرق للبواخر الايرانيه. الامور بخواتيمها ست جوال. نعم. انا بهمني شوف الرئيس ميقاتي بالسعوديه بالاسابيع القادمه، ساعتها بقدر اجي لعندك ارجع اقول لك انه هل في امل انه نقلع او لا، يعني بهالبساطة. شفت كيف؟ يعني شغلة يعني مانيكيان، يعني منوية. طيب. يا أبيض يا أسود. أوكي، سؤال برأيك، البعض محللين قالوا أستاذ نقولة أنه لو صمد الرئيس الحريري كان هو اليوم رئيس حكومة، صحيحة هيدا المعنوع؟ في قراءة بتقول هيك بالوقت يلي لا، في البعض بيقول فرنسا بدأ الرئيس ميقاتي قبل حتى من تكليف الرئيس سعد الحريري وهي تدعم هذا الخيار. سمعنا هيدا الكلام إذا بتتذكري لما عرض الرئيس ميقاتي من سنة حكومة 24 6 سياسيين و 18 تكنوقراط، انسمع هيدا الموضوع. بس الرئيس الحريري شئنا أم أبينا عنده مشروعية سياسية كبيرة بالتمثيل السني وبالشارع السني، فإذا هذا شيء طبيعي، ولكن شخص عن شخص بيختلف وظروف تختلف عن بعض. ما بعرف يعني، يمكن هو الرئيس ميقاتي بتدوير الزوايا قادر يعمل اشياء تانية. هذا الموضوع يعني المهم انه نحن ليش بدنا نرجع لورا نشوف يعني نناقش بجنس الملائكة. بدي احكي شوي عن الرئيس الحريري لانه عنده تمثيل. لو شو ما عملنا الرئيس الحريري هو اليوم الاقوى سنيا. اليوم النائبة بولا يعقوبيان المستقيلة قالت انه انتهى سياسيا، تشاطر هذا الرأي؟ بلبنان ما حدا بينتهي ابدا. اصلا انا برايي انه يعني اي كلام، مش بس كلام ست بولا، اي كلام بيقول انه فلان انتهى وفلان اندفن وهي هذا كله ما له صحه بالمشهد اللبناني. المشهد اللبناني على طول بيرجع بفاجئ انه الاشخاص بترجع بتنهض. فاذا لما اصلا المجلس النيابي يعني الانتخابات الجايه بتبرهن مين بعده على قيد الحياه ومين اللي راح. بس انا بشوف ما حدا بيختفي عن المشهد السياسي بهالسهوله هي. طب اذا نجح الرئيس ميقاتي ما بياخذ الضوء السني، الوقع السني الاكبر من الرئيس سعد الحريري ويسحب هذا البساط عن سعد الحريري مع حفظ على الألقاب؟ انا برايي انه المواقع محفوظه تبع كلهم، يعني الارث تبع الرئيس الحريري ارث والده الله يرحمه. نعم. بعدين الرئيس ميقاتي اذا نجح بيكون اجره كبير، مش بس بالشارع السني، بالشارع اللبناني كله سوا، عن كل البشر. عن كل البشر نحن اول ناس من هاللو. انا بشوف انه في موقع للكل. نعم. والى جانب يعني الطبقه السياسيه التقليديه في محل كبير للمجتمع المدني والقوى الناشئة بلبنان اللي نحن ناطرينها كمان بفارغ الصبر انها تفوت على البرلمان. انت مقتنع انه رح يتغير صورة البرلمان اللبناني بصراحة؟ جزئيا مقتنع انه جزئيا، لانه اذا بقيوا مشرزمين اكيد لا. يعني اذا عندك من اقصى اليسار لاقصى اليمين لا يمكن انه يشكلوا كتلة وازنة ومتناغمة، ولكن اذا توحدوا على الحد الادنى. عندك نموذج انت الانتخابات بالنقابات، نقابة المحامين من سنة ونص ونقابة المهندسين من كم شهر. مزبوط. ولكن الوضع يختلف هونيك، لانه ما عندك الاعتبار اذا بدك المذهب الطائفي، ما عندك انه مقعد بدايرة وصوت تفضيلي وحاصل المشهد، يعني المعادلة مختلفة. ولكن في مجال لخرق يعني خلينا نقول مقبول اذا صار في حد الادنى من التوحيد في البرامج وفي الرؤى وغيرها. ولكن اللي بيعتقد انه الطبقة السياسية الحالية صارت برا بيكون غلطان كثير بحساباته. لن تترشح للانتخابات المقبلة؟ انا لن اترشح، لانه بعتبر انه انا من بمركزي الحالي كأمين عام للهيئات الاقتصادية وكرئيس جمعية تجار بيروت بيكون عندي فعالية أكثر من أي عمل سياسي خلينا نقول انتخابي يعني داخل البرلمان اللبناني. وشفنا للأسف أنه كانت خطأ تجربة أنك تجربة سابقا. ما في خطأ، لا، بالحياة الواحد بيتعلم، يعني بيتعلم من أي تجربة. وكان بعتقد غاندي يقول ياما أنا بربح ياما بتعلم. يعني ما بخسر، ما في خسارة، بالعكس هيدي تثري الإنسان، لأنه الإنسان بيتعلم من تجاربه، ما بسميها أخطاء. وأنا إذا الظروف ذاتها اللي كانت موجودة بال 2018 يمكن كنت رجعت ترشحت، ولكن اللي صار من وقتها لليوم لا، جعلني أني شوف أنه هالمشروعية الشعبية للأسف المؤسسات الدستورية خسرت جزء كبير منها وانتقلت إلى
الهيئات الاقتصادية إلى النقابات المهنية إلى المجتمع بعد المدني. عندي كتير أسئلة اقتصادية بس بدي أختم بس المحور السياسي. بتعتقد رئيس مئات حيعمل شيء؟ أنا خلينا نقول أولا عنده النية أنه يعمل شيء وعنده القدرة الشخصية أنه يعمل شيء، ولكن إذا 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 يعني؟ إذا القدرة مش بس المالية، القدرة المالية والقدرة السياسية والجامش التحرك والمناورة، هيدا كثير مهم بالسياسة. وبالسياسة المومنتوم يعني الديناميكية هي أساس. إذا أنت بلشت بنجاح متواضع وبنيت عليه لأشياء تانية ممكن تحققه. خلينا نشوف هلأ كيف بدها تتشكل هيدي اللجنة مشان التفاوض مع صندوق النقد. خلينا نشوف أول الكلام، خلينا نشوف العناوين الأساسية والمناسبة. ما المطلوب من اللجنة؟ خليني بس هيدا نقطة أخذها منك، ما المطلوب من اللجنة اللي رح تتشكل للتفاوض مع النقد الدولي؟ أي خطوط تلتزم فيها وأي بنود؟ مفروض ترجع توضع من جديد من الصفر خطة للإنعاش المالي. وأنا أعول كثيرا على النائب الأولى نحاس اللي هو وزير اقتصاد سابق اللي هو رح يكون المستشار الأول للرئيس مئاتي، أعول عليه وطبعا بإشراف الرئيس مئاتي. العناوين اللي حكينا عنها، أولا التفاوض مع صندوق النقد وفقا لمصالح لبنان، ثانيا التفاوض مع الدائنين مشان نجرب نحتوي إلى الحد الممكن إلى الحد الأقصى الوقع الكبير والكارثي للتخلف عن تسديد اليوروبوند سنة الماضي ووضع برنامج لإعادة جدولة مسؤوليات الدولة. يعني عم بتقول انسوا هالخطة كلها اللي قبل وكل كل شيء عمل وخلينا نبدأ من الصفر مع حتى المعنيين يتفاوض معهم يعني يشوف. نعم ست جوال، لأنه الخطة المذكورة قسمت البلد وقسمت ظهر البلد. فإذا لابد أنه نرجع نبلش من مكان جديد. وأنا برجع بقول حجر الأساس هو اعتراف الدولة بمسؤوليتها. إذا هالشي ما صار عبثا نحاول نركب طرابيش مالية ورح تبقى القلة موجودة بين الناس. الدولة اللبنانية هي اليوم مكسورة بسبب عدم توافر السيولة، ولكن عندها ملاءه، عندها ممتلكات قادرة تستثمرهم. أنا ما عم بقول تبيعهم، قادرة تستثمرهم. وأساسا أحد البنود الرئيسية بخطة رئيس مئاتي مثل ما سمعنا بالتواتر هو إنشاء صندوق سيادة بإشراف وبتشغيل يمكن شركة دولية. هو هيدا كفيل إذا بدك توفير مداخيل مشان للدولة تدريجيا ترجع تسدد الديون وتاليا نرجع نكون الودائع. ليش محضرها الخطة؟ صارت خلص جاهزة؟ في بعتقد انه في تصور، عم نسمع انه في تصور وعلى رأس القائمة موضوع الصندوق السيادي، وهذا المكان الصحيح الواحد يقدر يبلش فيه. فنحن نعول عنه. الوزير السابق والنائب نقول نحاس. شو بيعفون؟ تصور أعده النائب نقول نحاس. ما بعرف، أكيد شارك فيه، أكيد شارك فيه. عم تقول سيكون مستشار أول. إيه رح يكون يعني هذا اللي أعلن، يعني مش أنا مش عم بفشي عن سر. ويعني راسه خلينا نقول اقتصاديا نضيف الوزير نقول نحاس مثل الرئيس مئاتي. ونحن نعول كثيرا على هالشيء لأنه إذا لا سمح الله دمرنا القطاع الخاص ودمرنا العمود الفقري اللي هو مصارف ما عاد في اقتصاد لبناني. سيد جوال خليني أسألك على بعد في شوية وقت معي تعميم 151. الكل ناطر أنه بركة هالتعميم بيعلى سعره بيتمدد بينتهي، خلينا نوضح بنهاية أيلول يفترض أن يتمدد بطبيعة الحال أقل معلوماتي، ولكن على السعر الحالي 3900 صح ولا لا ممكن ينرفع؟ وأنت شو قراءتك؟ لأنه شفنا لجنة المال والموازنة عم تطرح أسئلة يمكن محقة أنه ليش بده يكون في خمس أسعار صرف. هلأ لجنة المال والموازنة أنا بفهم حرصة على أنه طيب وقتها كان الدولار بعده ب20,000 اللبناني عم بياخد أقل من 20% يعني على 3900، فالمنطلق سليم. ولكن صار في تغيير اليوم بالمشهد، وهو أنه أولا صار في حكومة، ثانيا نزل سعر الصرف ل 15-16,000 صحيح. وثالثا أنه اليوم رح نحط على النار كلبنانيين يعني خطة لإعادة النهوض المالي. فأنا مني مع إذا بدك اجتزاء الحلول، اجتزاء التدابير أحيانا بتوصل إلى مفعول عكسي. فنحن خلينا نمشي بهالخطة الشاملة ونقول أنه مفروض أنه طبعا حقوق المودعين تضل محفوظة، لأنه إذا أنت بتجي بغض النظر عن تدابير تانية بتزيد الكتلة النقدية بالبلد، وحتى أنه جزء منها رح يبقى من المصارف ما رح تقدر تستعمليه، بس أنت من خلال الديبت كارد يعني من خلال بطاقات السحب
قادرة تشتري بالمحلات، وبالتالي الاستيراد رح يبقى ذاته إذا المصاري بإيدك أو المصاري ببطاقة ائتمانية، هالموضوع ما بيتخيل. بس الاتجاه يتمدد بلا رفع سعر. مثل ما أنا شايف تحليلي، ما عندي معلومات لأنه المجلس المركزي رح يجتمع نهار الأربعاء. صح صح. توقعاتي إنه رح نبقى على 3009. عم تشوف حاكم مصرف لبنان؟ من وقت للتاني كجمعية تجار بيروت طبعا، نحن لأنه عنا صح. علاقات دائمة نحن وياه. اللي عم ينحكى وكل دعاوى شو أنا ما بقدر فوت بالموضوع يعني الدعاوى. أولا ما عندي ولا معطيات وماني أنا مخول فوت بهالموضوع. نحن لما نحكي عن مصرف لبنان ما بنحكي عن شخص الحاكم، بنحكي عن السياسة النقدية بالبلد وهيدا اللي بهمنا. نحن مثلا آخر مرة كنا عنده قلنا له إنه بقدر ما صار فيه إذا بدك تخفيض للقروض العقارية سنة الماضية، اليوم التحدي الكبير إنه نخفف الدين التجاري، لأنه في عند التجار دين هائل. ساعدونا تنخفضه، يا ريت قادرين نحن نسكر جزء من الدين على السعر الرسمي. فهيدا كان أحد المطالب من قبل جمعية تجار بيروت. بدي أشكرك، شكرا لك، وفعلا الحوار معك بيتم الاستفادة منه اقتصاديا ماليا نقديا. عم بحكي بالمعلومات ما انفهم غلط. شكرا لك دائما نقول شماس أمين عام الهيئة الاقتصادية. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.